ازيك يا نور؟ ما ردتش عليا. فين؟ بص للصورة عشان تحاول تفتكر شكلي. في حاجات قليلة قوي في الدنيا دي صعب انها تتنسي. اتفضل استريح. انا عارفة انت جايلي. عظيم، ده هيوفر عليا كلام كتير عشان موضوع البيت، مش كده؟ ما تجيش منك انت ابدا يا سميحه. انا في ايه يا نور؟ انا اتفقت مع المحامي ان كل حاجه تبقى برضاكم. برضانا؟ في حد برضه يطرد من بيته برضاه؟ انطرد؟ ازاي الكلام ده؟ انا ما اتفقتش مع المحامي على كده. سميحة هانم المحامي بتاعك كل اللي يهمه ان يبيع الارض عشان يطلعوا منها قرشين كويسين، اما بقى خراب بيوت الناس فده ما يهموش في حاجه. خراب بيوت الناس؟ لا انا ما كانش قصدي كده ابدا. انا افتكرت ان المبلغ ده ممكن يخلي اي حد يخلي ايه يا سميحه هانم؟ 15,000 جنيه ما يجيبوش خرم ابره في اي مكان. انت اصلك بقالك كتير ما جيتيش المكان ده وما تعرفيش ايه اللي حصل فيه. يعني انت فعلا لو عايزه ترضي الناس دول هتدفعي كتير كتير قوي عشان كل واحد ياخد حقه. المحامي بتاعك اللي حاطط عينه على الارض وهيموت عايز يبيعها، الارض دي مش هتكفي لو قسمناها بالحق. استنى بس يا نور، انت لخبطت لي مخي على الاخر. انا مش فاهمه اي حاجه الحقيقه. ايوه يا كوكب، فين الهانم؟ لسه عندك؟ ليه؟ مين؟ وده مين ده كمان؟ طيب اديها لي بسرعة. عن اذنك يا نور. اتفضلي. الو. ايوه عبد المجيد. ايوه يا سميحه. ايه ده، انا بقالي اكتر من نص ساعه واقف مستني، اخرتي ليه؟ ايه ازاي ده بقى؟ استاذني هو؟ ايه ده اللي ما ينفعش؟ الله، يعني ايه؟ يعني الناس كلها دخلت خلاص. خلاص انت حره بقى، على كيفك، براحتك، مع السلامة. حاجة تقرف. أنا آسفة أوي يا نور. الظاهر إن أنا جيت في ميعاد مش مناسب. لا 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 أبداً. إحنا كنا بنقول إيه؟ كان المفروض إن أنا أتصل الأول قبل ما أجي، مش كده؟ عيب يا نور، ده بيتك وإحنا أهلي. على كل حال أنا عايزاك تطمن السكان. قول لهم ان مفيش اي حاجه هتتهد، وان بكره هروح للمحامي واشوف ايه الحكايه. واحنا كلنا كنا متاكدين من كده. انا ما كنتش اعرف ان الحكايه بالشكل ده الحقيقه. انا كنت فاكره ان الفلوس احسن لهم. على فكره المحامي بتاعك عرض عليا مبلغ كبير قوي عشان اخلي الناس دي تتنازل. مش معقول. الفلوس مش كل حاجه سميحه يعني. في حاجات كتيرة قوي في الدنيا ما ينفعش انها تتباع. كل فلوس الدنيا ما تسويش سنة واحدة من عمرنا في المكان ده، واظن انت اكتر واحدة عارفة كده. وبعدين احنا كل واحد فينا رتب حياته على المعيشة دي، مش معقول كل ده يروح عشان خاطر عمارة او اتنين او حتى 10. خلاص يا نور، مفيش اي حاجة هتحصل، اوعدك. وانا متأكد. من ايه؟ سميحة. آسف، أقصد من سميحة هانم. خص عليك يا نور، ده احنا اتولدنا وتربينا سوا. صحيح كل واحد فينا خد الطيار في حتة، لكن لسه بنجري في مية واحدة. اطمن وطمن الناس.
اتولدنا وتربينا سوا. صحيح كل واحد فينا خد الطيار في حته، لكن لسه بنجري في ميه واحده. اطمن وطمن الناس. شكرا. كان نفسنا نتعرف على المدام. هي كمان كان نفسها، بس لظروف خارج عن ارادتها وعن ارادتي انا كمان ما قدرتش تيجي. معلش. اهلا وسهلا. طيب عن اذنكم. بعد فين؟ هطلع برا اشم شويه هوا. ماشي تفضل. حسيت ان حضرتك محتاج فنجان قهوه. وعرفت منين؟ وكمان زي ما بشربها؟ على اذن حضرتك. استني استني استني، انت مين؟ انا رانيا. على اذنك. هما فين دلوقتي؟ العسكري بيقول في القصر العين. طب انا هروح لهم على طول. استنى خدني معاك. تعالي. دول مع الحاج والحاجه بتوع حادثه العربيه. ايوه بالظبط. حالتهم ازاي دلوقتي؟ الحاله حرجه جدا جدا، وهم دلوقتي في غرفه الرعايه المركزه. طب يعني ما نقدرش نشوفها؟ لا صعب، زياره ممنوعه نهائي، وحتى لو انا سمحت لكم هم في غيبوبه مش داريين بالدنيا. هو انتوا ولادهم؟ لا الحقيقه احنا مش ولادهم، احنا جيرانهم، ولادهم مسافرين، بس احنا زي الاهل واكتر. يا ريت تكلموا ولادهم، هم محتاجين لهم قوي. وربنا يستر. عن اذنكم. شكرا. وساكنة فين؟ أنا ساكنة في المانيال مع جماعة قرايبي. أمال أهلك؟ أهلي في اسكندرية. وميعادك كام في البيت؟ لا أنا الحقيقة ماليش مواعيد، لأنه أهلي عارفين شغلي ساعات بيستلزم التأخير. طب كويس. الحقيقة بقى أنا الأكل ما عجبنيش في الحفلة، وحاسس إن أنا جعان، إيه رأيك يعني لو ماشي؟ مفيش مانع. الله، ده لسه امبارح بيقول لي انه ما بيخافش الا من الطرق والعربيات. الحمد لله اني جت على قد كده. على كل حال ربنا يستر اليومين اللي جايين دول. قولي يا استاذ نور، عملتوا ايه في الموضوع بتاع البيت؟ وده وقت ورد يا ست عزيزه. اعمل ايه؟ الموضوع مجنني، لازم اعرف راسي من رجليا. اطمني يا ست عزيزه، ست سميحه اكدت لي انها هتتصرف. الحمد لله. طب ما تتفضلوا معايا اوصلكم. لا اتفضل انت. مع السلامه. الله يسلمك. قولي يا نور، هو الدكتور قال ان حالتهم خطيره قوي. ربنا ياخد بايدهم عايشه. طب احنا مش مفروض برضو نكلم ليلى في التليفون؟ انا بتهيألي مفيش داعي، بعدين تتخض ازاي بقى؟ يعني انا بقول لا قدر الله لو حصل لهم حاجه، المفروض ان ليلى تبقى جنبه. طب خلاص انا بكره الصبح هتصل بيها وهقول لها. يلا بينا.
مفيش احترام للي نايمه دي خالص. امال الاولاد فين؟ فطروا وخرجوا. بدري كده؟ بدري ايه؟ الساعة 9. انت ما اتأخرتش على البنك كده؟ هتصل بيهم. اصل انا نمت متأخر قوي. ليه رجعت الساعة كام؟ متأخر شوية. كنت عايز تأخرني معاك ده كله؟ ما انت لو كنت معايا ما كنتش اتأخرت. غصب عني والله يا عبد المجيد. امبارح عدى عليا النور وقعد حكالي ان المحامي راح لهم وقعد يساومهم من ورايا. طبعا ما كانش ممكن اسيب المشكله دي واجي احضر الحفله. لا ما يصحش طبعا. قالهم حصل خير. ما انا متعود على كده. انت خلاص فطرت؟ شبعت. استغفر الله العظيم يا ربي انك كنت على الصبح. بابا؟ لا لا انا نور جرب. نور؟ اهلا يا استاذ نور. في حاجة؟ امال بابا ليه ما كلمنيش بنفسه؟ اهدي بس اهدي يا نسا ليلى. لا الحمد لله انها جت لحد كده. اصل ايه؟ طمني يا استاذ نور، انت مخبي عليا حاجة؟ اهدي بس يا نسا ليلى، كل ما في الحكاية ان الحج والحجة عملوا حادثة بسيطة وان شاء الله هيقوموا بالسلامة. ايه؟ بابا وماما عملوا حادثة؟ طب هما فين دلوقتي؟ ما تقلقيش يا نسا ليلى، كل ما في الامر انها شويه كدمات ورطوب بسيطه وهم في المستشفى دلوقتي. لا ان شاء الله هيقوموا بالسلام. الحمد لله. طب اديني نمره المستشفى عشان اطمن عليهم بنفسي. لا للاسف المستشفى ما فيهاش تليفون، يعني مش هتقدري تكلميهم هناك. ما انت عارفه بقى المستشفيات المجانيه. لا لا يبقى اكيد حصل لهم حاجه عشان كده مش عايز تديني النمره. صدقيني يا نسا ليلى هم كويسين. انا بس خلاص خلاص يا استاذ نور، انا نازله مصر حالا، هحجز على اول طياره. مع السلامه. لا 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 اطمن، مع السلامه. تفتكري المدير هيرضى يوافق لها على الاجازه؟ ما انت عارفاه ملوش في الانسانيات، وكمان الشغل اليومين دول مش مستحمل. وهي كمان ما تستحملش ولا عمرها تعرف تمسك شغل طول ما هي ما اطمنتش على باباها ومامتها. من فضلك يا انسه انا عايزه اقابل مروان بيه دلوقتي حالا. خير انسه ليلى؟ شوفي اهلي بمصر عملوا حادثه ولازم اخد اجازه فورا. لحظه يشوفولك. ايوه مروان بيه، انسه ليلى من قسم المشاريع بدها تشوفك ضروري. الو؟ ايوه مين؟ مش معقول. ازيك؟ عامله ايه؟ يا ريت. لا 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 انا ما عنديش حاجه خلاص. اوكي باي. قلت لك 100 مره ده مكان شغل، اي حاجه عايزها مني تطلبها في البيت. وانا بعرف اتكلم معاكي في البيت، وبعدين انا مش هعطلك كتير. هم 50 جنيه عايزهم عشان اشتري بيهم كتب.
فلوس الكتب اخدتها قبل كده 4 مرات ومصروفك واخدت، وعايز ايه تاني؟ مصروف يا ماما؟ يا دي فلوس. تعالي شوف اصحابي بياخدوا كام، مع ان اباطهم ما يجوش ربع بابا ولا ام حد فيهم توصل لمكانه حضرتك. اقعد مكانك ما تتحركش. ادخل. الاجتماع جاهز يا فندم. انا جايه حالا. اسمع يا استاذ، انت مصروفك اللي مش عاجبك ده، الموظفين اللي عندي هنا بيشتغلوا 30 يوم ما بياخدوش نصه. بس انا مش موظف عندك، وبعدين اعتبريهم سلفه، اقسميهم مصروف الشهر اللي جاي. بس بلاش كلام فارغ، انا ما عنديش وقت لوجع الدماغ بتاعك ده، ده مكان شغل. يلا اتفضل. صباح الخير. صباح الخير يا فندم. اتفضلوا سريع. انا يا اساتذه طلبت الاجتماع ده لان لاحظه ان الشغل متعطل قوي ومصالح الناس بقت بتتنسي. احنا وزاره الشؤون الاجتماعيه، يعني كل هدفها خدمه مصالح الناس. وسياده الوزيره كلمتني اكتر من مره عن سرعه انجاز العمل في مواعيده. بس يا فندم السبب مش اهمال مننا قد ما هو كم كبير على عددنا. قله عدد الموظفين انا قصداه. انا مش عايزه موظفين يقعدوا لي على المكاتب يشربوا شاي ويحلوا كلمات متقاطعه، لا انا عايزه شغل، عايزه كل واحد يحس بالمسؤوليه تجاه الجزء المكلف بيه. المشكله ان في ناس كتير دايما اوراقها مش كامله، وده بيضيعهم في المعاش والتامين. دي مشكله فعلا. بلاش عقد، انا عايزاكم تتعاملوا مع المشاكل بسلاسه اكتر. اسمعوا يا جماعه، احنا هنكرر الاجتماع ده مره كل 15 يوم عشان نشوف المشاكل اللي مش قادره الوزاره تحلها لوحدها ومحتاجه مساعدات من الوزارات التانية. ممكن نوعدك يا فندم ان الامور هتتحسن. اتمنى كده. اتفضلوا على مكاتبكم. هاتلي كوباية شاي وحاجة للصداع في المكتب. حاضر يا فندم، ألف سلامة. أنا قلت أجيلك أنت لأني عرفت إنك أنت الكبير العاقل اللي ممكن تقدر الكلام اللي أنا هقوله، مش زي أخوك اللي مش فاهم أي حاجة. ما تأخذنيش يا أستاذ، إحنا بقى هيطلع لنا قد إيه من العملية دي؟ والله أنا عرضت على الأستاذ نور 50,000 جنيه، وعلى فكرة ممكن المبلغ ده يبقى من نصيبكم لو قدرتوا تقنعوهم. أيوة بس دي مسألة صعبة قوي، هقنعهم إزاي دول؟ والله أنت وشطارتك. وبعدين ما تنساش أنك صاحب حق في الشقة والمحل، وأي كلام هتقوله قانونا من حقك. هو كده يا أستاذ، دايما مضيع حقه وحق أولاده. فرصة وجات لحد عندك، فكر بقى وشوف هتعمل ايه. ايوه بس نور وعيشة دول ايه عاملين عليك رباطية؟ يا راجل اتلحلح بقى، اتلحلح ولا عايزنا نعيش في القرف ده على طول؟ عايزين نقب على وش الدنيا شوية المحل، ومش عايزين يبيعوه ابدا، ونشف ريقك معاهم. عايز ايه تاني؟ البيت جه عشان يعوضنا. ليكي عليا احجز لكم شقه في العماره اللي هتطلع مكان البيتين، وهتكون متوضبه توضيب لوكس. سامع؟ سامع يا راجل ولا لسه بتفكر؟ والله مش عارف اقول ايه. انا هقول لك تعمل ايه، بس اسمع، مانيش عايزك تجيب سيرتي في اي حاجه. وده معقول يا استاذ؟ هو ده برضو كلام حضرتك؟ بس نوره وقول له يعمل ايه. اسمعني كويس، ان حركة التاريخ التي تخضع لسنة الله في الحق والعدل هصهرك النهارده صهر تمام، هتنسيك كل همومك. صهرت انت كمان؟ انا كل اللي في جيبي ما كملش 10 جنيه. متقلقش، النهارده انا معايا فلوس ومتريش على الاخر. حال القدس الطاهرة التي كتب عليها. على فكرة صاحبتك عينها هتطلع عليك. صاحبتي مين؟ إنها مدينة جميلة حزينة تركت التاريخ معالم عبئه الثقيل عليها. لا حول ولا قوة إلا بالله، خبر يضايق فعلا. بس تفتكر المدير حيوافق إنك تاخدي أجازة اليومين دول؟ أنا فعلا طلبت منه 2 أجازة. وافق؟ إداهم لي بس بعد ما عذبني. بصراحة ومعها حق،
ما تنسيش انك مسؤولة عن تصميم اهم عملية في الشركة. بس ابويا وامي عندي اهم من الدنيا بحالها، لو رسيت اني اسيب الشغل نهائي هسيبه. خلاص خلاص مفيش داعي للكلام ده، مش بتقولي المدير وافق يبقى خلاص على البركة. بس فايز من فضلك هتعبك معايا، عايزك تيجي معايا شركة الطيران علشان صاحبك اللي هناك يحاول يشوف لي تذكرة باسرع وقت ممكن. حاضر يا ست الكل، انت تؤمري، اعتبري التذكرة في جيبك وراكبة الطيارة كمان. بس تعرفي انك هتوحشيني. وائل في حاجة دي؟ أنا اللي بسألك في حاجة؟ مش فاهم يعني، شايفاك كده متغير. لا لا خالص مش أي حاجة. معقولة يا وائل على ريم برضو هتخبي؟ ريم بعد إذنك أنا مش فاهم الكلام دلوقتي كده يا وائل. طيب براحتك. يووو وأنا ناقصك في إيه يا عم وائل مالك؟ انت بتعملها كده ليه يا ابني؟ بقول لك ايه انا دماغي مش رايقه دلوقتي، يلا بينا نبعد من هنا. طيب طيب مساء الخير يا ماما. مساء النور يا حبيبتي. ايه نايم في حاجه؟ لا بس تعبانه شويه. تعبانه من ايه حبيبتي؟ تعبانه وخلاص يا ماما. لا اكيد في حاجه حصل. مفيش حاجه حصل، كل الحكايه ان انا عايزه انام شويه عشان اما اقوم اعرف اذاكر. ممكن. طب مش هتتغدي؟ ماليش نفس. لا والله مش موجودة. تحب نبلغها حاجة لما ترجع؟ هي جات اهي ثانية التليفون عشانك يا سوسة. مين؟ الأنسة إلهام. لا لا بجد مش معقول مش معقول. ازيك؟ انت فين؟ انا مش مصدقة وداني. فين انت يا جبانة؟ لا انا زعلانة منك قوي، اهون عليك المدة دي كلها ما تسأليش عليا. ايه سفر فين؟ طب ليه؟ صح. طب هو اخباره ايه دلوقتي؟ طب الحمد لله. لا اكيد هعدي عليكي، انت بتعملي ايه دلوقتي؟ طب كويس خلاص هجيلك كمان شويه. لا ده انا عندي بلاوي عايزه احكيها لك وعايزه اسمع لك انت كمان. طب يا حبيبتي مش عايزه حاجه؟ يلا يا عمر باي باي. دادا يا دادا. ايوه يا سوسه انا رايحه مشوار وجاي على طول. طب مش لما تتغدي الاول؟ بعدين يا قمر. طب حاجه سخنه. طب خدي معاكي سندوتش. مش عارفه لقيت نفسي عايزه اتكلم معاك، حسيت ان انا محتاجه اتكلم مع حد. اي حد؟ لا بالتاكيد مش اي حد. طيب كلميني عن نفسك شويه. ما عنديش حاجه اقولها لك، انا بابايا مات من زمان وعايشه مع مامتي واخواتي البنات، وجالي فرص للشغل كتير قوي بس ما ارتحتش في ولا شغله منهم، وكان نفسي قوي اسيب اسكندريه واجي اعيش هنا في مصر. ليه تهربي من حاجه؟ حاجه زي ايه يعني؟ قصه حب فاشله مثلا؟ لا انا ما بقتنعش بالحاجات دي ابدا، وكمان كنت بستغرب من البنات اللي بيروحوا يحبوا شويه عيال صغيره لسه بياخدوا مصروف من اهاليهم. انا ما بحبش كده ابدا، انا بحب جدا الاستقرار ونفسي اشتغل في حاجه مهمه واكبر في شغلي وابقى حاجه مهمه قوي. قليل قوي اللي بيفكروا زيك. بس اكتر حاجه مضايقاني وتعباني ان انا لوحدي وانا في اسكندريه. اول ما جات لي رغبات بتاعه الكليه قدمت على جامعه القاهره وما جاتليش، وجات لي جامعه اسكندريه وخلصت دراستي، واول ما جات لي فرصه الشغل هنا في الفندق في مصر نزلت جاي. ومرتاحة في الشغلة دي؟ طبعا لا، بس هي دي الحاجة اللي قدامي. طب يلا شرب العصير بتاعك، لسه قدامنا كلام كتير. قفل الموبايل هو كمان، يعني هيكون راح فين يعني؟ يمكن في الشغل. شغل ايه؟ الولد اتأخر.
مش هو قالك انه رايح يذاكر؟ بيذاكر ايه بس يا كوكب؟ انا قلقان على الولد. ايوه يا عبد المجيد، انت قفل الموبايل ليه يا اخي؟ الله، وائل اتاخر وانا قلقانه. ايه انت بتكلمني كده ليه؟ انت فين؟ في الشغل طبعا. طيب، وائل اتاخر وانا قلقانه ومش عارفه اعمل ايه دلوقتي. مع السلامة. مش قلتلك تعامليه كويس وتهتمي بيه اكتر؟ انت عايزه انت كمان اعامله كويس يعني ايه؟ اسيب الشغل واقعد له في البيت؟ هو ناقصه ايه يعني؟ انت باين عليكي تعبانه قوي. يوه، انا هلاقيها منين ولا منين؟ من الشغل ولا البيت ولا الولاد ولا عبد المجيد اللي حاطط ايديه في الميه البارده ومش زنان باي حاجه؟ اتفضلي شوفي الساعه بقت كام ولا لسه ما رجعش؟ ده بيت سالب ملوش ضابط ولا رابط حاجه تاني. خبر اسود ده صعبه كتير قوي يا جماعه. زي من هنا لحد فين يعني؟ انا لازم امشي. في ايه يا عم وائل؟ ده احنا لسه في اول طالع، الصاله لسه ما ابتدتش. انت عارف امي حالفه ميتي مين ما اتاخرش برا البيت. زمانها دلوقتي هتطين عشت. هاي ماما الحياه يا جماعه ربنا عنده. ماما ماما وانت كمان يا فشيله بتتكلم؟ ما تزعلش يا وائل، دول بيهزروا معانا. وبعدين يا اخي ما تاخدش كل حاجه على صدرك كده. الله، وانت كمان طلع لك صوت يا مربى. اذا كان كده بقى يبقى انا لازم امشي. سلام عليكم. طب استنى استنى، انا ماشي معاك. يلا يلا يا عم نورس يا عم. ها يا عم وائل، ما قلتليش متغير ليه مع ريم؟ ريم دي حاجه تانية خالص. يعني ايه؟ مش عارف، حاسس ان انا مش قادر ابقى زيها. امال بتعملها كده ليه؟ لو قلت لك مش هتصدقني. مش انتوا دايما بتقولوا عليا ان انا عندليب ورومانسي؟ ريم بقى صعبه جدا، حاجه اكتر من كده بكتير. عشان كده دايما حاسس انها خساره فيا. يا ابني مفيش بنت تستاهل الكلام اللي انت بتقوله ده، بطل عبط بقى. كله الا ريم. على العموم براحتك، المهم ابقى اعمل اللي قلت لك عليه. حبيبي بعدها لك يا نور، مش ناوي تغير رايك وتيجي معانا؟ تعبان يا علي، ما تتصورش اليوم النهارده كان شكله ايه. طب تعالى حتى ولو نص ساعه، مصطفى كده ممكن يزعل. يا سيدي اعتذر لي بالنيابه، وقول لمصطفى ان شاء الله هبقى اجي له وازوره واصالحه واقول له الف مبروك واجيب له هديه معايا. وبعدها لك يا نور، هتفضل كده لحد امتى؟ كده ازاي يعني؟ يعني شايل هموم الناس وهمك انت دفن جواك ومش عايز حد يحس بيه، ده كده حتى حرام. يا سيدي لا هم ولا غيره، كل واحد فيه اللي مكفيه. طب بذمتك مصطفى ده مش اصغر منك؟ هيتجوز اهو يا راجل. ده عمر ابني بقى اطول مني، وانت هتفضل قاعد زي ما انت كده؟ علي علي ارجوك، بقول لك انا تعبان النهارده ومش حمل الكلام ده. يا نور انت صعبان عليا، اللي زيك مفيش زيه في الدنيا دي، وفين وفين على بال ما نلاقي نور تاني. عشان كده انا نفسي تتجوز وتخلف نور واتنين وتلاته واربعه. اتجوز؟ اتجوز ده ايه؟ الجواز ده محتاج لمصاريف، وانا يا دوبك بقف على رجلي وبحاول اوقف المحل معايا. مصاريف ايه دي يا نور؟ يا سلام، الجواز محتاج للشقه والفرح والعفش والحاجات كتير قوي. يا راجل ده في ناس بتتجوز ببلاش، وانت والحمد لله ربنا ساترها معاك، مش ناقصك غير العروسه وترتاح. وبعدين فوق كده مفيش واحدة ست هتفضل تعيش مع واحدة ست تاني. تقصد ايه؟ عيشة. عيشة اختي، انت فاكر ان انا اقدر اسيب عيشة؟ انت ناسي ان عيشة ما رضيتش تتجوز عشاني؟ والله يا نور انت حيرتني معاك، ما بقيتش عارف اقول لك ايه. بقول لك ايه، الجماعة وصلوا، ناوي تغير رايك وتيجي معانا ولا لا؟ اتكل انت على الله وقول لمصطفى الف مبروك، ويلا سهرة سعيدة. ماشي يا نور، سلام. سلام.
عيشة. عيشة. ايه ده؟ ايه اللي اخرك قوي كده؟ قعدت على القهوة شوية مع علي. عملت ايه؟ في ايه؟ مع ليلى. مسكينة اتخضت قوي. ربنا يكون في عونها. مصممة انها تنزل مصر. طبعا مش ابوها وامها. لو ما نزلتش عشان ابوها وامها هتنزل عشان مين يعني؟ عندك حق. بقول لك ايه؟ خشي نامي. وبعدين انا قلت لك 100 مره قبل كده ما تستنينيش في الصاله. اقعدي في اوضتك وارتاحي، وانا اول ما اجي هطمنك اني رجعت. طيب هقوم احضر لك العشاء. لا 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 انا ماليش نفس اكل. يلا روحي نامي انتي، في وراكي حمل كتير قوي بكره في المستشفى. انت مش هتنام ولا ايه؟ لا انا هقعد في الصاله شويه. ما قالتلكش هتيجي امتى؟ هي مين دي؟ ليلى. قالت لي كده كمان يومين ثلاثه. طيب تصبح على خير. وانت من اهله. اعملي لك همه يا ليلى، الاستاذ نور بكلكس تحت. حاضر يا ماما انا جاهزه اهو، انا كنت بجيب الباسبور والتذكره بس. اشوف وشك بخير يا بابا. لا انا جاي معاك اوصلك المطار. لا يا بابا عشان خاطري، انت بتتعب من اقل مجهود. خليك يا حاج انا اللي هروح معاه. لا يا طنط، لا حضرتك ولا عمي، انا هروح مع نور وهنوصلها المطار ونستنى لغايه ما تركب الطياره وبعدين نرجع نطمنكم. ربنا يبارك فيكم يا بنتي، بس انتوا عارفين ان ليلى بنتي الوحيده الغاليه ومش ضامن اشوفها تاني. بعد الشر يا بابا، ما تقولش كده، ربنا يديلك طول العمر يا حاج. ان شاء الله يا عمي تشوفها تاني وتالت ورابع وانت في احسن صحه، وتجوزها وتفرح بعيالها وعيال عيالها كمان. يا عيشه يا بنتي، ده عمرها ما فرقتني، يبقى ازاي هستحمل بعدها في الغربه؟ يا حبيب قلبي كل يوم هيوصلك جواب مني، واول ما استقر هطلبك في التليفون كل يوم. يلا يا ليلى يلا احسن نتاخر على ميعاد الطياره، نور عمال بيزمر تحت. يلا مع السلامه يا ماما. طريق السلامه يا ضنايا، اشوف وشك بخير يا ماما. مع السلامه يا ليلى، مع السلامه. خدي بالك من نفسك. حاضر. ربنا يصونك ويحفظك يا بنتي. امين يا رب. مع السلامه. امين. طريق السلامه يا ليلى. مع السلامه. يا حبي ادي يا ست تذكره الطياره، وتقدري تسافري وقت ما انت عايزه ان شاء الله النهارده. متشكره قوي يا فايز، مش عارفه اقول لك ايه. بس ارجوكي ما تغيبيش، انت عارفه المدير وافق على الاجازه بالعافيه. اطمن عليهم بس، انا هموت لو ما شفتهمش. انا مش عارف اقعد هنا ازاي من غيرك بصراحه. انا كان نفسي اكون معاكي، لكن اعمل ايه؟ انت عملت اللي عليك بزياده يا فايز، ادعي لهم بس يكونوا بخير. ده انا ما ماليش في الدنيا غيرهم كده. امال انا رحت فين؟ السلام عليكم. عليكم السلام. المدام سميحة موجودة؟ موجودة، اتفضل حضرتك. ده الأستاذ رضوان، أخو الأستاذ نور. إيه إحنا مش هنخلص من الحكاية دي بقى. أهلا وسهلا حضرتك، أنا آسف إن أنا جاي في وقت غير مناسب.
اظهر ان حضرتك وراكي شغل. بس انا قلت الحق حضرتك قبل ما تنزلي. خير ان شاء الله. هو موضوع البيت سيادتك. منور كلمني وخلصنا كل حاجه خلاص. لا اللي انا جاي له غير اللي جاله نور نهائي. طب معلش ممكن نكمل كلامنا عند العربيه؟ بس انا متاخر على الشغل جدا. معلش اتفضل معايا. يا ابني بالراحه شويه وخد نفسك وقول لي رحت. رحت يا استاذ نور. حلو قوي. وقال لك ايه؟ ما لقيتوش. هتكون راح فين يعني؟ ما قطع عليك لانه راح مشوار شغل. شغل؟ غريبه. اوعى تكون اديتها حاجه. لا يا استاذ نور انت قلت له ما لقيتوش اسيب خبر ان حضرتك عايز ضروري. حلو قوي شاطر. اتفضل. طيب روح انت شوف شغل. حاضر. هتكون رحت فين يعني يا رضوان؟ المحل ما بيديناش منه ولا مليم. دايما عنده حجج، ولما جه موضوع بيع البيت ده عارف انه هينكشف وكل واحد هياخد حقه، وده اللي هو مش عايزه. والسكان وافقوا على كده؟ يا سميحه هانم، نور بيعرف ياثر على الناس اللي حواليه كويس قوي، وهو اديكي صدقتيه لما جالك وحكالك انه بيدافع عن حقوق الناس. غريبه. ولا غريبه ولا حاجه يا ست هانم. الطمع بيعمل قلوب. انا جاي بس عشان اخلص ضميري واقول لك ان السكان مستعدين يوافقوا لو زودتيهم شويه، وهو خير هيعم عليكي وعليهم. الوحيد اللي هينضر نور عشان المحل هينقفل، والكم ألف اللي قال عليهم المحامي مش هيقضوه، ده بيكسب أكتر منهم 4 مرات. طيب يا أستاذ رضوان أنا متشكرة قوي من جيدك، أنا هتصرف. معلش أصلي اتأخرت على الشغل قوي. لا مع السلامة حضرتك. الو. ايوه. اهلا اهلا سميحه هانم، ازاي حضرتك؟ ايوه فندم تحت امرك واموري. حاضر حاضر يا فندم. بعد الدور يناسب حضرتك. انا في انتظارك يا هانم. لا 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 ابدا ابدا، مع الف سلامه مع الف سلامه. طمني قابلتها؟ اي. ايه ما كلمتهاش؟ كلمتها. امال ايه ما صدقتكش؟ لا صدقت. يا راجل سيبت ركب مالك بتتكلم بالقطارة ليه؟ ما تتكلم على طول. كل اللي اتفقنا عليه حصل. امال مالك؟ نور اخويا برضو نبويه. وانت عملت له ايه؟ دي حقيقة. مش هو اللي مش عايز البيت يتهد عشان المحل؟ والله انا ما عدت عارف حاجه. انا تعبان هخش انام شويه. على فكره بعتلك وعايزك ضروري. هو مين ده؟ هيكون مين؟ نور اخوك. عايز مني ايه؟ انا عارفه. روح له وانت طالع. ايه تاني؟ والله ما انا عارف هوري له وش ازاي ده. بس اهو ده اللي انت فالح فيه يا راجل. خليك جامد، احنا في زمن اسود. انت فين يا رضوان؟ انا بعت لك كذا مره. لا مالك في ايه؟ لا مفيش حاجه. خير؟ عاوزني في ايه؟ ابدا.